رباط 16 غشت 1972. الملك الحسن الثاني رجع طيارته للمغرب بعد عطلة قضاها في فرنسا. ملي غادي تدخل طيارته للمجال الجوي المغربي، ربان الطائرة الملكية القباش غادي يشوف 6 طائرات مقاتلة مغربية من نوع F5 جاو داروا بهم. وقبل ما يحاول يفهم شنو وقع، بدات المقاتلات بإطلاق النار بكثافة. غادي يحاول يتفاهم معهم ولكن بدون نتيجة. غادي تحاول طيارة منهم تدخل فيه غادي تتفادى الاصطدام، ورغم أن مجال المناورة محدود لطائرة مدنية كبيرة فحال اللي عنده، غادي يقدر يوصل فيما يشبه المعجزة بالطيارة المطار رباط سلا. أرشيف التلفزة المغربية غادي يحتفظ بفيديو للملك وهو خارج من الطيارة المتقوبة بالرصاص، شعره مخربق كيستعرض الحراس بالزربة وحده التليمي. غادي نشوفه هو كيسلم على الوزراء، ثم هو كيحني على الوزير با حنيني حسب شهادة صديق معنينو، وكيقول له ضربوني الفقيه. غنشوفه كيخرج بالزربة من المطار اللي غادي تجي المقاتلات تقصفوا بعدها بشوية، ثم بعدها تمشي تقصف حتى الموكب الملكي وهي معتقدة أن الملك فيه، وبعدها ترجع القصر الملكي تطلق النار آخر مرة قبل أن يلقى القبض على الربابينة ديالها في القاعدة الجوية القنيطرة المطوقة بالجيش اللي يصل وزير الدفاع. ساعات من بعد والجنرال محمد أوفقير وزير الدفاع باقي مشغول في إنهاء تمرد القاعدة الجوية، غادي يتلقى اتصال من مساعد التليمي طلب منه يجي للقاء الملك اللي باغيه في حاجة ملهمة. غادي يمشي للقصر ديك العشية وغادي تكون آخر مرة يتشاف فيها الجنرال وهو على قيد الحياة، حيت بعدها بساعات وكالة الأنباء المغربية غادي تعلم في صباح يوم 17 غشت في بيان مقتضب أن أوفقير انتحر في الثانية صباحا في مكتبه في قيادة الأركان برصاصة في الرأس. البيان كان غامض، حتى واحد ما فهم ديك الوقت علاش وزير الدفاع وماجور القوات المسلحة الملكية وأقوى شخص في البلاد بعد الحسن الثاني ينتحر. ولاحظ أنه حتى لديك الوقت بقي أوفقير ماشي مرتبط بالانقلاب. الإشاعة اللي روجتها السلطة في ديك الوقت كانت كتقول أنه انتحر وفاء للملك، حيث القوات الجوية اللي مفروض أنها تبع عليه أهانت الشرف ديالو وقامت بمحاولة انقلاب بدون ما يقدر هو يمنعها ولا يحمي الملك ديالو منها. لكن بعدها بنهار، بعد ما كانوا جاو وزراء وشخصيات عسكرية ومدنية لبيت أوفقير وعزوا عائلته، وبعد ما جات حتى أخته ديال الملك وعزت فيه، وبعد ما تدفن أوفقير حسب وصيته في مسقط رأسه بطائرة عسكرية خدات الجثة ديالو من الرباط، كيف ما كيعاود رؤوف أوفقير في كتاب الضيوف وكيف ما كتذكر الصحف والتلفاز الفرنسية. غادي يدير وزير الداخلية بن هيمة مؤتمر صحفي يشرح فيه أن أوفقير انتحر حيث هو مدبر الانقلاب وحيث هو خان الملك. غادي يقول أنه أطلق 3 رصاصات على راسه بعد ما انكشف المخطط ديالو، لكن فاطمة أوفقير في كتابها السجينة غادي تقول أنهم كانوا 5، واحدة منهم اللي في الوجه و3 كانوا في الظهر. فكيفاش يمكن تنتحر بالرصاصة في ظهرك؟ هاد الحكاية غادي يعاودها جيل بيرو في كتابه صديقنا الملك، لكنه غيضيف عليها أن الجنرال تقتل برصاص دليمي مولاي حفيد وهو في القصر مع الحسن الثاني بعد لقاء عاصف اتهم الملك فيه أوفقير بالخيانة. لكن واش كان أوفقير بصح خائن؟ وإذا كان الجواب عندك بديهي دابا وغتقول اه، حيت الأخبار والصحف مسقت له كاع التهم باش يكون الشرير الأكبر في المملكة وباش يرجع اسمه مرتبط بالخيانة والظلم. فالأمر ما كانش بهاد البديهية ديك الوقت، ملي هو شرير ومتعطش للدماء ديك الطريقة، علاش ما قامش بالانقلاب في 20 يوم اللي كان فيهم الملك فرنسا؟ علاش سناه حتى يرجع ياك هو قائد الجيش؟ وعلاش مشى القصر برجلو اذا هو خاين بلا سلاح بلا حرس بلا ما ينضر حتى حد من الجنرالات المقربين ليه في الجيش اللي هو المفروض تحت امره ويقدر يحركو؟ وعلاش ما هربش؟ باش نجاوبو خصنا نعرفو بعدا كيفاش ولا أوفقير وزير دفاع. فكر فيها، كيفاش شخص مثل أوفقير انتهى به المطاف انه يكون اقوى شخص في النظام بعد الملك في بعد 17 عام من استقلال المغرب؟ ما جاتك شي غريبة؟ بلاتي أوفقير ما كانش مناضل حرب من اجل استقلال المغرب، وما كانش من المقاومين ولا حتى من هادوك اللي شافوا محمد الخامس في القمر. واذا كانت شي حاجة اسمها ثورة الملك والشعب، فأوفقير ما كان فيها لا مع ملك ولا مع شعب. أوفقير كان في الجهة المقابلة، ضابط في الجيش الفرنسي. في كتاب أوفقير قدر المغربي غادي نشوفوه شاب جاي يقرا في مدرسة الدار البيضاء العسكرية، غادي نشوفوه كيخ تخرج بالتفوق، كيفاش خدم في الحرب العالمية، خدم في الحرب الصينية مع فرنسا، كان جندي خارق بطل حصل على أوج سيما ونياشين كثر من أي مغربي آخر. وملي تصاب في الحرب ودخل المغرب رجع مرافق عسكري للمقيمين العامين الفرنسيين في المغرب. وخذ هذه
وفقير كان مرافق ديال بن عرفة السلطان الدمية اللي نصبوه الفرنسيين بعد من نفاو محمد الخامس. فكيفاش واحد كل ولاء للاستعمار يولي بين ليلة وضحاها مرافق لأول ملك في المغرب المستقل؟ حيت ملي نزل محمد الخامس رجلو في المغرب بعد عودته من فرنسا وفقير كان معاه. صح أن بن بركة والوطنيين كانوا كينظموا الأمن باش الموكب يمر مطار الأقصر بسلام، لكن وفقير راه كان جالس مع الملك نفس السيارة. لكن باش نفهمو خاص تعرف أنه بعيدا عن الشعارات وعن الأناشيد الحماسية، الحياة في الواقع ما كانتش وردية للملك بعد الاستقلال. فرنسا أهمشت، لكن المشاكل كانوا عاد بداو. حزب الاستقلال باغي يسود ويضل رمزو كلشي، لكن راه باغي هو اللي يحكم، وجيش التحرير باغي يكمل الحرب مع فرنسا في الجزائر، والشعب باغي الديمقراطية الدستور، وشوية بدات الانتفاضة في الريف، ومشى الهوى للعهد باش يقمعها، وعليها خاد معه وفقير اللي مارس قمع وحشي ضد الساكنة، خلات الصحف الإسبانية المهتمة بالأحداث تلقبو بجزار الريف. جيل بيرو كيعاود في كتابه على كيفاش العلاقة بين ولي العهد اللي ما كيتيقش أبدا في رجال الحركة الوطنية وبين العسكري المخضرم وفقير رجعت شخصية أكثر بعد حادثة الريف. علاقة صداقة غادي تستمر، والملك محمد الخامس حي بعد ما ياخذ الملك بنت وفقير ويقرر يربيها مع بنته، وغادي تقوى العلاقة أكثر ملي تولى الحسن الثاني الحكم ويكون وفقير رجع ديك الساعة مدير عام للأمن الوطني. ديك الوقت الصراع بين الملك والوطنيين مابقاش خافي، رجع علني وكيهدد استقلال البلاد. الملك الجديد ما كانش عليه الاجماع اللي كان على باه، محمد الخامس كان رجل طيب يميل للحوار والارضاء كاع الاطراف، في حين الحسن الثاني كان عكس باه وما بغيش شي حد يمي عليه شنو يدير. عليها كان محتاج لحد صارم يشد امن البلاد ويوري الناس كل اللي كيحكم بالصح، وهذا الحد كان هو وفقير اللي غادي نشوفوه كيزور اول انتخابات في تاريخ المغرب باش الوطنيين ما يفوزوش بها، وغادي نشوفوه في تزوير نتيجة أول دستور مغربي في التاريخ. أول ناعم بنسبة 99% في تاريخ المغرب كان وفقير هو اللي صنعها، ثم غادي يبان من بعد في مؤامرة الاتحاديين في 1963، ما غاديش يخيب ظن الملك وغادي يكشف المؤامرة المزعومة وغادي يعتقل أغلب المشاركين فيها، واللي استطاعوا الهرب غادي يكون حكم غيابي بالإعدام كيستناهم في حالة إذا ما فكروا يرجعوا. وفقير ما كانش مدير الأمن عادي، ما كانش غير كيشرف على الاستنطاقات والتعذيبات في معتقل دار المقري. المناضل اليساري مؤمن الديوري والناس القلال اللي قدروا يخرجوا من المعتقلات الستينات غادي يعاودوا لنا على افقير السادي اللي كيعذب المعتقلين بيدو باستمتاع وبحقد، غادي نسمعوا ببراعته في التعذيب باستخدام السكين اللي غادي تبقى ملاصقه ليه الى الابد، واللي غتشهر معه عالميا في 1965 ملي يخطف بن بركه ويخفيه وتخرج روايات على كيفاش عذبوه حتى مات. لكن ما نحرقوش المراحل، احنا هنا باقيين في 63، والناس اللي كانوا جنب السلطان في الايام الاولى للاستقلال رجعوا اما قتلى او هاربين او في السجن. بن بركه كان من الناس اللي في الخارج ولاصقوا حكم غيابي بالاعدام، هو وشخص اخر غادي يولي فيما بعد وزير اول المغرب عبد الرحمن اليوسفي، فيما أفقير في المغرب دوره كيتعاضل، وغادي تجيه فرصة كبيرة ملي تبدا حرب الرمال مع الجزائر ويعود منها كبطل حرب وبترقية كجنرال. ما انتهتش الهدايا، حيث أفقير غيتعين أيضا عام من بعد وزير للداخلية، لكن غادي يكون أمامه امتحان كبير ملي تبدا احتجاجات الطلبة في 23 مارس 1965. تخيلها، آلاف طلبة في كازا خارجين للشارع يحتجوا حيث الدولة قررت أن اللي فوق 18 عام يدوش سلك التناول. شوية كيشوفوا انتشار كثير ديال البوليس والجيش والجنود والمدرعات دخلوا المدينة، بدأ إطلاق النار ضد الناس يفترض أنهم طلبة عندهم مطالب بسيطة. إذا كان المشهد ماشي ملحمي بالنسبة لك فسمعت هذا الرواية ديال جيل بيرو واللي كاينه في بزاف المراجع. متظاهرين الغاضبين كيحاولوا يقتحموا مخفر الشرطه اللي كيطلب النجده، والنجده كتجيه من عند افقير اللي ماشي غادي يسرد له قوات فك الحصار، لا غادي يمشي هو براسو لوحيه عسكريه فيها افقير اللي بمجرد ما وصلت بدا وزير داخليه المغرب بنفسه باطلاق النار من الرشاش ديالو على المتظاهرين. حصيله القمع كانت كارثيه حتى بالنسبه لافقير، الاف ماتوا ومئات الجثث تجمعت ودفنت بدون ما يعرفوا أهلهم حتى حاجة عن مصيرهم. أطفال خرجوا من ديورهم باش يمشيوا المدرسة وعمرهم رجعوا، وناس كان كل همهم أنهم يعيشوا بكرامة تلاحوا في مقابر جماعية بدون شواهد، دون تحد ما يعرف مكانهم. الصحافة في الخارج انتقدت، وبن بركة هو في الخارج قدر ينتقد النظام القمعي اللي الملك ديالو ما كيقبلش أي نقد أو مشاركة في الحكم، خصوصا أن الملك 3 شهور من وراء الأحداث غادي يعلن حالة الاستثناء وغادي يحل حتى البرلمان ويبقى حاكم مطلق على البلاد بوحده.
بن بركة في ديك الوقت ما كانش عارف انه بتصريحاته كيحفر قبره بيده، حيث حتى هو شهور من بعد غادي تجي نوبته حيث افقر على وشك انه يزور بنفسه في باريس. اختفى بن بركة والاتهام كان ماشي الافقر، حيث من غير انه كان فرنسا في نفس وقت الاختطاف مع مساعده الدليمي، فالتحقيقات بينت انه كان المخطط الاول للعمليه مع الملك الحسن الثاني. واذا كان الدليمي مشى يسلم راسه باش يبين براءته، وفقير بشخصيته ما كانش محتاج انه يمشي، بالنسبه ليه هذاك عمله انه يحمي النظام من الخونه والمتآمرين. نقدروا نفهموا لاي حد كان افقير كيشوف راسه مسؤول انه يحمي النظام من روايه الامير مولاي هشام. حكاية رواها في كتاب الأمير المنبوذ على أفقير رباه الأمير مولاي عبد الله، كيروي أن أفقير غادي يقول الأخ الملك اللي سمع ليه كلام ماشي مزيان أنه غادي يكون ليه بالمرصاد إذا فكر يدير شي تحرك ضد خاه. هنا غادي تقول لي كيفاش وزير يقدر يهدد خاه الملك بهذه الطريقة؟ أنت فهمتي. الأمير هشام غادي يشرح أكثر، هو كيعاود في نفس الكتاب أن أفقير كان عنده قدر كبير من النفوذ على حسن الثاني، كان كيتجرأ عليه أكثر من أي شخص آخر، بل يمكن القول أن شيئا من الحميمية كان يتخلل علاقتهما، لدرجة أن أفقير كان عادي أنه يبات في كنبي في القصر بعد ما يشرب بزاف، وكان عادي حسب الأمير دائما أنه يدوز ياخذ كوستيم بخزانة باه الأمير مولاي عبد الله ويلبسو حيت كان عندهم نفس القياس. إذن ملي هو هكذا وعنده كاع هاد الثقة، علاش غادي يخطط للانقلاب سنوات من بعد؟ شنو اللي تبدل؟ شنو اللي يخلي جنرال بكل هاد السلطة يضحي بكلشي في مغامرة كان صعيب أنها تنجح؟ الجواب كاين في 1971، انقلاب الصخيرات. حيت رغم ان الاخبار ديال دابا كتقول ان افقير كان منظم ديال حتى هذا الانقلاب، الا انه في الحقيقه هو كان في القصر مع الملك ملي دخل عبابو وجنود ديالو، كان من القله اللي رافقت الملك وتخبات معاه وحماته على مهدئه الامور، وعبابو دار خطا المكلف وسمح في القصر بوحدو ومشى يسيطر على الاذاعه، وكان هو اللي عطاه الملك كاع سلطاته المدنيه والعسكريه، هو اللي قاد الجيش في ديك الساعه، هو اللي سلم على كاع النقط اللي فيها تمرد. غادي نشوفوا في مذكرات محمد الرئيس اللي شارك في الانقلاب الاول كيفاش افقير استدعاه للتحقيق، وكيفاش الرئيس جبر افقير اخر من غير افقير المرعب اللي كان متوقع انه يتلقاه. افقير حزين من الانقلاب وكيحس بالعار، حيت الجيش اللي كان ديما كيدافع عليه قدام الملك قدر يخون. قيدوم الصحفيين مصطفى العلوي كيشرح في حوار مع موقع فبراير كيفاش ان افقير كان رجل عنده نبل عسكري، وانه قبل انقلاب صخيرات كان رجل ما عندوش فكرة انقلاب، رجل كيحلم بدولة عظيمة كيقودها ملك عظيم، لكن ملي وقع انقلاب صخيرات شي حاجة تبدلت في الحسن الثاني. غادي يعدم اقرب اصدقائه الجنرال بوغرين وحمو تحت عينه، وهي الحاجة اللي غتعاودها بنت ملكة في كتابها السجينة، ملي غتقول ان باها رجع ديك النهار للدار حزين وبكى في بيته. تخيل انت شخص مرعب كيما افقير كيبكي بعد الانقلاب، غيعينو الملك وزير للدفاع وقائد عام للجيش، لكن رغم ذلك علاقتهم غتكون كانها انكسرت، مبقاتش كيف الاول، الملك رجع كيحتاط كثر، مبقاش كيسمع النصائح افقير كيف ما قبل، التوتر غادي يعلى، التنافس على السلطه غادي تزاد، وربما الملك غيشوف افقير اللي كان صديقه واخ البارح منافس محتمل على السلطة. فاطمة أفقير كتقول أن زوجها تعرض محاولة اغتيال في أبريل 1972، خرج منها بضلوع مكسور. يمكن تما بدا كيخطط الانقلاب؟ لا، حيت الوافي قوية، واحد من الطيارين اللي قصفوا طيارة الملك وقائد القاعدة الجوية، غادي يعترف للملك بعد ما شدوه الجندر ان التخطيط بدا مع افقير شهور قليله ورا انقلاب الصخيرات، وهادشي غادي ياكدوا من بعد الكولونيل امقران القائد الثاني القوات الجويه اللي تسلموا المغرب من بريطانيا بعد ما كان هرب لجبل طارق. لكن اذا رجعنا للحظه اللي كان ماشي فيها افقير للقصر، المره الاخيره اللي غيظهر فيها وهو حي، وهو ما عارفش شنو كيتسناه، وما عارفش ان الطيار قويره اللي حاول يصطدم في الصباح مع طيارة الملك تشد وتسلم الملك وكيتسناه حتى هو في القصر باش يعترف عليه. اللي كنعرفوه هو انه مشى بلا سلاح، وانه ربما كان مستسلم ومتوقع النهاية ديالو، حيت كاينة رواية ديال ان الجنرال قال الدليمي في نهاية نقاشه مع الملك انه عارف اللي كيتسناه، وانه اطلق النار على راسه مباشرة بعد ذلك. كاينة حتى رواية زوجته فاطمة افقير اللي عودت على ليست كانت عند افقير في جيبو ديال مجلس وصايا يكون مع الملك الجديد القاصر بعد ما تسقط طيارة الملك الحالي ويتعلن أنها حادثة عارضية. تم إعدام جميع المشاركين المباشرين في انقلاب الطيارين، والباقيين حكموا ومشوا للسجن بتهم متفاوتة،
بعدها تم اختطافهم مع الضباط المسجونين من محاولة انقلاب الأولى وخذوهم لتزمامات في حكاية رواها المرزوقي وحشاد والرئيس وآخرون. لم يصلي أحد على جثمان الجنرال أفقير، وبعد وفاته بأيام تم إخفاء العائلة دياله في معتقلات سرية لمدة 18 عام.